وللحديث أكثر عن الوضع المعيشي المتردي في العراق في ظل تزايد نسب الفقر بسبب تفشي الفساد في قطاعات الحكومة، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. أهلا بك معنا دكتور حامد. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم جميعا. أهلا بك دكتور حامد. بداية، يعني المزارعون العراقيون يشتكون من استيراد البضائع أو المنتجات الزراعية من إيران، وفي ذات الوقت الحكومة تنفي فتح المنافذ الحدودية للبضائع الإيرانية، وفي ذات الوقت يعني السوق مليء بالبضائع الإيرانية. أين الخلل؟ من هو المسؤول عن إدخال هذه البضائع؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية لكم ولجمهوركم والمشاهدين الكرام. الحقيقة هو المسؤول النظام السياسي والحكومة، يعني شبكة مافيات الفساد وطبعا سلطة الميليشيات ورؤساء وزعماء أمراء الحرب، وهؤلاء اللي هم مهيمنين على السلطة يعني بصورة عامة، وعلاقتهم بجارة إيران، هذا هو طبعا المنفذ الأهم بالنسبة للتقليل من حدة وشدة الخناق الاقتصادي والسياسي وحتى الدبلوماسي عن إيران بسبب ما فرض عليها من حصار، لمساعدتها في الحصول على العملة الصعبة أولا، وثانيا يعني تصريف منتجاتها على حساب المنتج العراقي. يعني هناك فعلا فقدان للأمن الغذائي العراقي منذ مدة ليس بجديدة، لكنه الآن استفحلت لأنه الإنتاج والفوارق الطبقية والفقر والعوز وحالة فعلا شحة الموارد حتى للطبقة الكادحة والفلاحين المزارعين، هذا طبعا صعد الأمور من ناحية إعلامية، لكنه العملية لم تكن وليدة اليوم أو الأمس، هي قديمة الحقيقة منذ السقوط، ولغاية الآن ارتهن الاقتصاد العراقي بمشيئة الإيرانيين خصوصا ومشيئة الأطماع الخارجية في الاقتصاد والجسد العراقي. هذا الحقيقة لا يمكن قبوله، لأنه خط الفقر الآن بدأ يتسع في العراق، يعني مثل ما نعرف أنه حتى الموازنة لهذا العام كشفت حقائق كثيرة، لا يوجد هناك فعلا تخصيصات للميزانية التشغيلية، هناك فقط العفو للاستثمارية التشغيلية هي الباخذة حصة الأسد، التوزيع غير عادل للثروات، يعني شفنا أنه هناك محافظات، 3 محافظات مدمرة من قبل داعش ما تم الالتفات إلها، المحافظات الجنوبية الوسطى والجنوبية الفقيرة اللي أقل ما يمكن معتمدة على الزراعة وعلى المنتوج الزراعي، لكنه أيضا هناك معركة حامية الوطيس ضد الإنتاج المحلي الزراعي العراقي، يعني هذا هو الحقيقة الواضح الآن مع ارتفاع الأسعار وقلة الموارد وفارق الدولار الآن، أيضا هذا مؤثر، يعني أشاروا إلى المواطنين حتى بالاستجوابات والاستفتاءات اللي موجودة الآن أنه مؤثر تأثير كبير الآن، يعني قضية الموارد مرتبطة بالبذور، أسعار البذور والأسمدة وحتى المياه الآن، هذه حالة الحقيقة المفروض يديرها النظام السياسي والحكومة اللي هي نابعة من رحم الطبقة السياسية الفاسدة. دكتور حامد، يعني من الواضح أن هناك كما ذكرت يعني تدهور في الوضع الاقتصادي وخاصة الزراعي في العراق، ولربما هذا التدهور يعني لا يلقى بالاهتمام من قبل الحكومة المناط بها رعاية هذا الوضع. يعني أثر هذا التدهور، الأثر البعيد لهذا التدهور على المستقبل الزراعي للعراق بصراحة، هي شوفوا أكو عوامل أيضا مهمة جدا، يعني الآن شحة المياه أيضا لها تأثير كبير جدا على مستقبل الزراعة في العراق، وهي طبعا أيضا من انتبهوا لها حتى الشباب المزارعين، انتبهوا أنه الأرض هل تترك تبقى صبقة ترجع إلى حالها جافة. المياه الآن أيضا صار بها انخفاض شديد، العراق كان خلال الحقبة الماضية
يعني يدخل حصته حوالي 10 مليار متر مكعب في السنة، الآن تقريبا 3 وشوية مليار سنويا، مليار متر مكعب. هذه طبعا الثلث الآن من يأتي إلى العراق من مياه الحقيقة بسبب خصوصا الأنهر والفروع اللي تنبع من، إذا كان من إيران وإذا كان من تركيا. الحقيقة خصوصا إيران الآن تلعب دور واضح جدا بالتأثير على يعني انسيابية المياه في حصة العراق، يعني غلقت وغيرت مجاري بعض الروافد المياه في داخل أراضيها. وهذه أشار إلها وزير الموارد المائية في مناسبة سابقة، لكنه سكت يعني طبعا عن الموضوع بعد ما أكيد وجهت إلى انتقادات من الداخل وضغوط من الخارج. إذن العامل، عامل المياه وعامل الأرض وعامل البذور والأسمدة والدعم الحكومي والحماية، حماية المنتج العراقي، هذا كله هو مرتبط تحت مظلة اسمها الأمن الغذائي العراقي. هذه لم تعد الآن مهمة جدا بالنسبة للنظام السياسي، مثل ما الأمن، أمن المواطن، الأمن الوطني أو الأمن القومي العراقي غير مهم، لأنه انتهاكات عديدة، سيادة منتهكة مصادرة، هذا هو الوضع الحقيقي يعني الآن. لعلنا يعني نلقي الضوء هنا على لربما يكون أكبر الملفات في العراق هو الفساد. يعني ما تأثير هذا الفساد على ازدياد نسب الفقر في العراق؟ وتجدر الإشارة هنا إلى الوعود التي يعني وعدت بها كل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى الآن، يعني ماذا عن هذه الوعود؟ ما الذي تحقق منها؟ لا توجد، يعني لا يوجد تنفيذ الوعود محاربة الفساد. كل الحكومات منذ 2003 ولغاية الآن تشكل لجان وهيئات لمكافحة الفساد، لكنه الفساد يستشري يوما بعد آخر بشكل متزايد. يعني في حكومة المالكي 2008 أتذكر كان هناك لجنة لمكافحة الفساد، في حكومة العبادي وفي حكومة عادل عبد المهدي أيضا هناك لجنة عليا لمحاربة الفساد، هنا في حكومة الكاظمي أيضا ورقة الإصلاح، الورقة البيضاء، أيضا ثبتت أنه هي ورقة سوداء وانتحرت قبل أن تجد النور. يعني أين محاربة الفساد؟ الآن الكاظمي أعلن عن 18 ملف فساد، ما هو خلي بدل ما يشير إلى 18 خلي يفتح واحد من هذه الملفات. يعني إذا هو جدير بأنه فعلا بكشف الملفات الفساد فليبدأ بدون تصريح وبدون إثارة البروباغاندا الإعلامية. هذه قضية عزيزي مرتبطة ب الطبقة السياسية الفاسدة برمتها، فلذلك الفساد لا يكشف ولا يحارب في ظل هذا النظام الفاسد الآيل للسقوط. من يحارب الفساد هي البديل الوطني الديمقراطي الحقيقي الذي يأتي بمحل هذا النظام. لذلك أنا أقول لك الخط الفقر يزداد الآن تقريبا 40 من 35 إلى 40% من السكان من عدد كبير من المحافظات العراقية هم تحت خط الفقر. لذلك القضية لم تعد الآن تحتمل بالعراق، عليهم هم أن يفهمون بأن هذا النظام غير قادر على فتح ملف واحد من ملفات الفساد الكبرى الضخمة. شكرا جزيلا لك. فهذا هو الحقيقة الحل، بديل وطني عراقي أن يفتح كل الملفات ويحارب ويجعل هؤلاء تحت مثل ما يقولون وصلت الفكرة. كنت ضيفنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لك.